أنا بنت الشهيد مصباح أبو صباح اللي عمل اليوم عملية استشهادية بالقدس، والحمد لله صار فيها قتيلين من الصهيونية وأصاب 8، والحمد لله إن شاء الله أبوي بكون شفيع لنا يوم القيامة إن شاء الله، وندخل الفردوس من وراء أبوي، والحمد لله إحنا كتير مبسوطين وفخرين في أبوي. وأبوي كل يوم يعني أبوي قصة كبيرة بالعلاقة، البنت خصنص وأبوها علاقة مميزة. يعني أنا وأبوي كتير كنا دايما، يعني أنا بقوم مع أبوي بنصلي إحنا اثنين مع بعض الفجر. اليوم كغير العادة يعني بدك تصلي، أكيد بدي أصلي طبعا، رحت توضيت وجيت، كان أبوي بصلي السنة يعني، وأخوي، وأنا كنت جاي متوضية، فلبست شاشية الصلاة بدي أصلي، واقف عمال بدي أحط الشاشية لهو بجيب لي المصلية وبفرد لي إياها، مع إنه هو بيعرف إنه أنا ما بحبش أصلي على المصلية، دايما بصلي على الأرض، فرد لي المصلية قال لي صلي عليها، صليت عليها. هلا أنا كنت أروح أنام يعني، كان علي كنت بدرس من الصبح لامتحاني، ورحت أنام على أساس بدي أنام ربع ساعة، لأمي بتقول لي بدكش تفضي أبوك يعني على السبعة، إلا على السبعة بده يطلع، قلت لها أنا معي على التليفون على السبعة لربع بدي عشان بدي أقوم أكمل دراستي، حكت لي طيب، عمال بدي أنام لهي بتقول لي إيمان قومي أبوك هلا بده يحكي سلم. هلا قلت لها طب ماشي، قمت وبدي أودع أبوي، بقول له يابا شو اسمه، بقول له يابا بدك اجيك على زياراتك، يعني انه محبوس 4 شهور يعني، وكل شهر في زياره، بدك اجيك على الزيارات؟ قال لي لا يابا خليكي انت بدراستك اهتمي فيها وان شاء الله بتجيبوا معدل عالي. قلت له ان شاء الله. قامت اختي الثانيه يعني وقال لها يابا ديري بالك على صلاتك، بدي اياكي تصيري تصلي، هي ما بتصليش يعني صف خامس هي تصليش، قال بدي اياكي تصيري تصلي. حكت له طيب، وحكى لاخوتي كل واحد يدير باله على حاله، وقام اخوي كان نايم راح سلم عليه وباسه، وودعنا كالعاده على اساس انه رايح ينحبس بس 4 اشهر يعني مش شيء كثير يعني، فاحنا عادي انه خلص بس 4 شهور، ما هو انحبس اكثر من مره يعني، كان ينحبس سنه وسنتين، كان ياخذوا كثير وينحبس 8 شهور، فانه بالنسبه لنا 4 شهور شيء عادي يعني. فبعدين خلص انه ودعناه وطلع من البيت عادي، وتم رايح واحنا رحنا نمنا وخلص، والحمد لله يعني الحمد لله.